لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الرابع ابتدائية ابن خلدون الياسمين، حياكم الله وبارك الله بكم طلاب الأعزاء. معكم أستاذ أحمد قبلان مادة الاجتماعيات. درسنا اليوم بعنوان غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلاب، كما تعلمنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة المنورة بعد أن اشتد أذى المشركين له وللمسلمين، فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة، وأقام بها إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم في عام 11 من الهجرة. طبعا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم هناك في المدينة الدعوة إلى الإسلام، فأكمل النبي دعوته إلى الإسلام هناك، وبدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، وأخذ ينتشر في المناطق المجاورة للمدينة، وبدأت القبائل تدخل في الإسلام، فالآن زاد عدد المسلمين. فطبعا المشركين في مكة المكرمة لم يعجبهم هذا الأمر، وخافوا من انتشار الإسلام أكثر، وخافوا على أنفسهم، فوقف الأعداء المشركون ضد المسلمين، وخططوا لمنع انتشار الإسلام، والآن بدأوا بقتال المسلمين. فجهز النبي محمد صلى الله عليه وسلم جيش المسلمين لحماية الدين والدولة، وقاد النبي الغزوات ومواجهات المشركين. فإذا في هذا الدرس سوف ندرس غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني سوف نتعرف على أهم غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع المشركين. وكلمة غزوة تعني الحرب أو المعركة، الغزوات يعني الحروب التي حدثت بين المسلمين والمشركين. طبعا عدد غزوات النبي كثيرة، تقريبا 27 غزوة، لكن هنا سوف ندرس أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من المعروف أنه من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة بدر الكبرى في سنة 2 من الهجرة. طيب، حدثت هذه الغزوة في منطقة بئر بدر جنوب غرب المدينة المنورة. إذا حدثت هذه الغزوة أين؟ في جنوب غرب المدينة المنورة، في مكان اسمه حاليا بدر، هي محافظة اسمه محافظة بدر تابعة للمدينة المنورة. فتحديدا هذه الغزوة كانت في جنوب غرب المدينة المنورة. طيب، ما سبب هذه الغزوة؟ الآن طبعا كل غزوة سوف نتعرف على أسبابها ونتائجها. فما سبب غزوة بدر الكبرى سنة 2 من الهجرة؟ أما السبب كان استعادة المسلمين ما استولى عليه المشركون من قريش بأموال المسلمين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. طيب أعزائي الطلاب، طبعا نحن تعرفنا أن المسلمين هاجروا من مكة إلى المدينة، هاجر المسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة. فعندما هاجر المسلمون طبعا تركوا كل شيء وراءهم في مكة، تركوا بيوتهم وأموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون، يعني كل شيء يملكونه تركوه وين؟ في مكة. من أخذه؟ أخذه المشركون أهل مكة، استولوا على أموال المسلمين كلها. فالآن من حق المسلمين أن يستعيدوا أموالهم. فسبب غزوة بدر هو استعادة المسلمين لأموال المشركين، طبعا عن طريق قافلة كانت لقريش قادمة من بلاد الشام، وكانت سوف تمر طبعا في المدينة المنورة، فأراد المسلمون أن يأخذوا هذه القافلة، والقافلة عبارة عن بضائع وأمتعة وطعام وغذاء وأموال، هذه تسمى قافلة تجارية، لأنهم كانوا يعملون في التجارة، فأراد المسلمون أن يسيطروا عليها لكي يستعيدوا أموالهم. طبعا هذا حقهم كي يستعيدوا أموالهم التي أخذها المشركون منهم في مكة. طبعا كما نرى في هذا المخطط، مخطط غزوة بدر،
هنا موقع المسلمين كما أشيرنا في الموز، هنا موقع المشركين، وهنا ميدان المعركة. هنا في بئر اسمه بئر بدر، بئر ماء يعني اسمه بئر بدر، ولذلك سميت الغزوة بهذا الاسم غزوة بدر. طيب، وحدثت المعركة في هذا المكان طبعا، وانتهت بانتصار المسلمين، انتهت هذه الغزوة بانتصار المسلمين، لكن استشهد من المسلمين 14 صحابيا، يعني مات منهم من المسلمين 14 صحابيا استشهدوا، ولكن قتل من المشركين أكثر بكثير، قتل 70 من المشركين وجرح 70. إذن الذين قتلوا من المشركين 70 رجلا، أما من المسلمين استشهد 14 صحابيا. ولهذا فإن غزوة بدر الكبرى من أهم الغزوات في تاريخ المسلمين، تعتبر أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن ننتقل إلى الغزوة الثانية، وهي غزوة أحد سنة 3 من الهجرة. غزوة بدر 2 من الهجرة، غزوة أحد 3 من الهجرة. يجب أن نحفظ يعني كل غزوة وسنة حدوثها كي نميز فيما بين الغزوات. غزوة أحد سنة 3 من الهجرة. طيب، أيضا نفس الشيء السبب والنتيجة. طبعا السبب سبب غزوة أحد، أراد كفار قريش الأخذ بثأرهم بعد هزيمتهم في غزوة بدر. كما قلنا قبل قليل أن المشركين هزموا في غزوة بدر وانتصر المسلمون، فأراد كفار قريش الأخذ بثأرهم بعد هزيمتهم في غزوة بدر. جهزوا جيشا كبيرا لقتال المسلمين واتجهوا به نحو المدينة المنورة. وفي المدينة طبعا في جبل اسمه جبل أحد مشهور، جبل كبير، فالتقوا هناك عند جبل أحد، التقى المسلمين مع المشركين عند جبل أحد، وحدثت هذه الغزوة، وسميت هذه الغزوة بهذا الاسم نسبة إلى جبل أحد. طيب، تفاصيل هذه الغزوة دعونا نتابع في المخطط هنا كما أشير أنا الماوس. هنا موقع المسلمين في هذه الأسهم في اللون الأزرق، وهنا موقع المشركون، وهنا موقع المشركين. طيب، هنا في الوسط نشاهد جبل صغير اسمه جبل الرومات. جبل الرومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الجنود من المسلمين يعني من الصحابة، أمرهم أن يصعدوا على هذا الجبل وأن يبقوا على هذا الجبل إلى أن تنتهي المعركة، وأن يبقوا ولا ينزلوا أبدا، لأن المشركين ممكن أن يلتفوا من خلف الجبل دون أن يراهم المسلمون. فالنبي أمر عدد من الرماة، طبعا الرماة لماذا سميوا رماة؟ أنهم كانوا يرموا في القوس أو السهام، معروفة كانت تستخدم في ذلك الوقت في الحروب. طيب، وحدثت المعركة في هذا المكان، هذا ميدان المعركة هنا كما أشير، والرماة هنا على هذا الجبل. طيب، بدأت المعركة، وعندما رأى الرماة انهزام جيش قريش أو المشركين، يعني تقريبا انتهت المعركة أول شيء في انتصار المسلمين، انتهت بانتصار المسلمين وجيش المشركين تراجع، فتقريبا انهزموا يعني، فنزل هؤلاء الرماة من على الجبل، هم ظنوا أن المعركة انتهت، فنزلوا من على الجبل لجمع الغنائم. طبعا وبهذا بيكونوا قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أمرهم أن لا ينزلوا، فنزل الرماة من هذا الجبل ظنا منهم أن المعركة قد انتهت. ففجأة التفت مجموعة من جيش المشركين، مجموعة من جيش المشركين بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه، لم يكن مسلما في ذلك الوقت، التفوا الآن من خلف الجبل كما نشاهد في السهم الأحمر دون أن يراهم المسلمون، لأنه ما في أحد على الجبل، التفوا من خلف المسلمين وجاءوهم بغتة وفجأة، وعادت المعركة من جديد، ولكن انتهت الآن بانتصار المشركين، يعني خسر المسلمون في هذه الغزوة. إيش السبب؟ بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل عدد كبير من المسلمين، ومنهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي جرح وأصيب في هذه الغزوة، طبعا كل ذلك بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وانتهت الغزوة أحد بانتصار المشركين. طيب، الآن سوف ننتقل للغزوة الثالثة، وهي غزوة الأحزاب أو الخندق سنة 5 من الهجرة. غزوة الأحزاب أو الخندق طبعا لها اسمان، الأحزاب أو الخندق سنة 5 من الهجرة. أما سببها
اجتمع المشركون من قريش وغيرها من القبائل العربية واليهود. الآن اجتمع أهل مكة اللي هم، عندما نقول قريش يعني أهل مكة، المشركون من مكة. اجتمع هؤلاء المشركون من قريش من مكة، وأيضا جاء معهم عدد من القبائل العربية غير مسلمة، وأيضا جاء معهم اليهود الذين كانوا في المدينة. يعني صاروا ثلاث جهات كلهم تجمعوا واتفقوا على مواجهة المسلمين والقضاء عليهم، وسمي هؤلاء بالأحزاب. لماذا سمي بالأحزاب؟ لتجمعهم، إنهم تحزبوا وتجمعوا لتجمعهم على هدف واحد ضد المسلمين، فسميوا بالأحزاب. طيب، وطبعا كان عددهم كبير جدا، حوالي 10,000، كان عدد كبير جدا، وزحفوا باتجاه المدينة المنورة. إن الآن زحفت قوات المشركين إلى المدينة المنورة، ولما علم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بذلك استشار المسلمين هل يبقون في المدينة أو يخرجوا لملاقاة المشركين. فهناك رجل من الصحابة اسمه سلمان الفارسي رضي الله عنه، سلمان الفارسي رضي الله عنه، أشار على النبي بفكرة جيدة، وهي أن يبقوا في المدينة وأن يحفروا خندقا حول المدينة. خندق عبارة عن حفرة كبيرة طبعا وعميقة، يعني لا يستطيع المشركون أن يجتازوها، لا يستطيعوا أن يجتازوها. فأخذ النبي بهذا الرأي، وبدأ المسلمون جميعا بالحفر، وكان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، بدأوا بحفر الخندق طبعا من الجهة الشمالية من المدينة. نتابع الآن على هذا الشكل أمامنا كما نشاهد. طبعا في المدينة كان يحيط بها جبال وحرات كما نشاهد هنا، حرة واقم أو الحرة الشرقية. الحرة عبارة عن صخور سوداء ومرتفعة طبعا، وهنا أيضا عندنا حرة الوبرة أو الحرة الغربية، وأيضا من الجهات الأخرى إما حرات أو جبال. فالمدينة كلها محصنة ما عدا الجهة الشمالية منها كما نرى هنا، الجهة الشمالية مفتوحة. فحفر المسلمون الخندق في هذه الجهة كما نشاهد، يصل الخندق ما بين الحرة الشرقية إلى الحرة الغربية. هذا هو طول الخندق، طبعا كان طويل بحدود 3 كيلومتر أو أقل تقريبا شوي. فعندما وصل المشركون إلى أطراف المدينة أو إلى هذا الخندق، وجدوا الخندق أمامهم فتفاجأوا، ولم يستطيعوا طبعا أن يجتازوا هذا الخندق، فوقفوا وحاصروا المدينة شهرا كاملا. وقفوا هنا كما نشاهد مكانهم، وقفوا شهرا كاملا يحاولون الدخول لم يستطيعوا، يحاولوا قتال المسلمين أيضا لم يستطيعوا، لأن هناك خندق لا يستطيعون أن يجتازوا ويمروا من فوقهم لأنه كان طبعا عريض. فبعد شهر كامل ماذا حدث؟ أرسل الله ريحا قوية في إحدى الليالي، فجأة جاءتهم ريح قوية جدا على المشركين، وفقط على المشركين لم تأتي على المسلمين. هذه الريح كانت قوية جدا، فاقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم التي كانوا يشيلونها، وقلبت قدورهم، وكل شيء معهم تطاير في الهواء، فتفرقوا واضطروا إلى العودة وإلى الرجوع خائبين خاسرين، وانتصر المسلمون، وسميت أيضا هذه بغزوة الخندق. الآن النشاط رقم 1، لماذا استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ طبعا كما ذكرنا الآن قبل قليل في غزوة الخندق أو الأحزاب، لماذا استشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فكروا بالإجابة. أيوة نعم، إذن لأخذ رأيهم بالبقاء بالمدينة أو الخروج للمشركين. طيب السؤال الثاني بقى، ما رأيك في فكرة سلمان الفارسي رضي الله عنه؟ طبعا فكرة سلمان كانت حفر الخندق حول المدينة والتي أدت لانتصار المسلمين، ما رأيك في هذه الفكرة؟ نعم إنها فكرة جيدة أدت لانتصار المسلمين. الآن ننتقل إلى صلح الحديبية سنة 6 من الهجرة. إذا الآن نحن درسنا غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب أو الخندق، والآن صلح الحديبية في عام 6 من الهجرة، يعني بعد غزوة الأحزاب بسنة. إيش هذا صلح الحديبية؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 1400 من المسلمين قاصدين مكة المكرمة لأداء العمرة. خرجوا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة وهدفهم فقط أداء العمرة، كان عددهم 1400، لكن قريشا يعني أهل مكة رفضوا دخول المسلمين، وطلبت تأجيل دخول المسلمين مكة المكرمة إلى العام المقبل. وعقد الصلح بين الطرفين في الحديبية، يعني جاء وفد من قريش
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقدوا صلح بينهم، أو يعني اتفاق، اتفقوا على أن يرجع المسلمين في هذه السنة إلى المدينة المنورة ويأتوا في العام المقبل إلى مكة لأداء العمرة. طبعا الصلح هذا له بنود كثيرة غير هذا الشيء، من ضمن البنود أن تقف الحرب 10 سنوات وأشياء ثانية، وسمي هذا الصلح بصلح الحديبية. الآن ننتقل إلى فتح مكة سنة 8 من الهجرة، يعني بعد صلح الحديبية بسنتين فتح مكة سنة 8 من الهجرة، وهذه مهمة جدا. فتح مكة سنة 8 من الهجرة، عندما نقول كلمة فتح، عندما يفتح المسلمون أي بلد، الفتح يعني بمعنى نشر الإسلام في هذا البلد، وأن تصبح مسلمة وتابعة للدولة الإسلامية وتابعة للمسلمين، أي نشر الإسلام فيها. فتح مكة سنة 8 من الهجرة. طبعا عندما عاد المسلمون بعد الصلح الحديبية عادوا إلى المدينة المنورة، وكانوا متشوقين لأداء الحج والعمرة، وهنا نزلت سورة الفتح، وكانت بشارة لهم بأنهم سوف يدخلون مكة المكرمة، حيث قال الله تعالى إن فتحنا لك فتحا مبينا. طيب ماذا حدث؟ بعد فترة لم تلتزم قريش، يعني أهل مكة لم تلتزم قريش شروط صلح الحديبية، نقضوا الصلح، خالفوه، يعني نقضوه إحدى بنود الاتفاق، خالفوا هذه الاتفاقية وهذه البنود ونقضوا الصلح. وهنا سار عن النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش كبير وسار به نحو مكة المكرمة. خلاص الحين المسلمين بتجهوا لمكة لكي يسيطروا عليها، تصبح تحت حماية وسيطرة المسلمين ولنشر الإسلام فيها. سار النبي ومعه جيش كبير جدا، حدود 10,000 كانوا، وساروا إلى مكة المكرمة. طبعا هنا لما علمت قريش بكثرة جيش المسلمين وقوته أعلنت استسلامها، لأنهم يعني لا يستطيعون أن يواجهوا المسلمين، خلاص المسلمين الآن هم أكثر منهم وأقوى منهم. وبذلك تمكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من دخول مكة المكرمة وفتحها دون حرب. يعني الآن المسلمين دخلوا إلى مكة وسيطروا عليها ونشروا فيها الإسلام وأصبحت تحت حكمهم دون حرب، دون قتال يعني. وبعد الفتح، بعد أن دخل المسلمون لمكة، أول شيء طاف النبي حول الكعبة وحطم الأصنام. طبعا كان في مكة أصنام كثيرة جدا، كما ذكرنا أن أهل قريش كان يعبدوا الأصنام، كان في الكعبة وحولها أصنام كثيرة جدا، فحطمها المسلمون كلها، كسروها. وأمر النبي بلال بن رباح رضي الله عنه أن يؤذن في المسجد الحرام، فانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. هذه أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نسوي مراجعة سريعة أعزائي الطلاب، طبعا درسنا كان عن غزوات النبي، وقلنا من أهم غزوات النبي نعيدها بالترتيب: غزوة بدر الكبرى في سنة 2 من الهجرة، غزوة أحد 3 من الهجرة، غزوة الأحزاب أو الخندق 5 من الهجرة، ثم صلح الحديبية 6 من الهجرة، ثم درسنا فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. بارك الله بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.